ولتعليق على الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والباحث السياسي داود البصري. أهلا ومرحبا بك أستاذ داود. بداية وتعقيبا على زيارة الرئيس الأمريكي لقاعدة بلاده في العراق، لجنة الخارجية النيابية قالت إن السفارة الأمريكية في بغداد تتصرف بالعراق وكأنه ولاية أمريكية في ظل النفوذ الإيراني، هل ترون حقيقة لهذه التصريحات أم لا؟ أهلا وسهلا بكم طبعا. وهذه التصريحات طبعا تصريحات غبية، لأنه واقع الحال كل الحكومة العراقية ما هي إلا إنتاج أمريكي، وكل وضع سياسي القائم في العراق هو إنتاج أمريكي. فمن الطبيعي أن تكون الهيمنة الأمريكية هي هيمنة مطلقة، باعتبار أنها صاحبة الفضل الأول والأخير في مجيء العملية السياسية وفي مجيء هذه الوجوه من التشرد والضياع الإيراني والسوري، أقصد في الشوارع الإيرانية والسورية، إلى أن يكونوا حكاما على أهم دولة في الشرق الأوسط. لذلك هذه المسألة منطقية، وما قاله الموسوي لا يعدو إلا أن يكون وراء في وراء، لأن يعني كل العملية القائمة في العراق هي أساسا عملية أمريكية. طيب، مجلة فورين بوليسي الأمريكية يعني قامت بانتقاد احتجاج البرلمانيين والمسؤولين العراقيين على زيارة دونالد ترامب للعراق، مؤكدة أن هؤلاء لم يعترضوا على الوجود الأمريكي فيما سبق. بما تفسر هذا الاعتراض ودوافعه حسب رأيكم؟ يعني هذا الاعتراض اللي من بعض البرلمانيين أو من بعض السياسيين القائمين في العراق لا يعدو إلا أن يكون عملية يعني عملية دعاية سياسية فجة ورخيصة ولا مانع لها، لأن الأمريكان هم يحكمون الأرض والسماء والأجواء في العراق، الأمريكان هم المسؤولين عن كل شيء، القواعد الأمريكية هي التي تدير العمليات العسكرية القائمة في المنطقة، القواعد الأمريكية هي أهم القواعد الموجودة في المنطقة والممتدة من الدوحة إلى الكويت إلى العراق، هذه منطقة قواعد أمريكية معروفة يعني ولا حاجة لتبيانها، وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب للقواعد الأمريكية هذه زيارة عادية باعتبارها القاعدة الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وباعتبارها تمت ضمن إطار أعياد الكريسماس أو أعياد الميلاد، فهذه مسألة طبيعية وتقليد متبع. وحتى أن الرئيس الأمريكي زار قاعدة رامشتاين في ألمانيا بنفس المنطقة، يعني لم يجتمع بين ميركل أو بالرئاسة الألمانية، وإنما زار الجنود المنتشرين في ضمن الإمبراطورية الأمريكية العسكرية المنتشرة وموزعين حول العالم. لذلك العراق لا يعتبر، العراق بلد لا ليس له سيادة حقيقية. أستاذ داود، لكن الغريب في الأمر، هذه الزيارة حدثت زيارة من قبل جورج بوش الابن مشابهة لما حصل مع دونالد ترامب، قدم إلى العراق بدون موعد سابق إنذار، لم يخبر الحكومة العراقية آنذاك بموعد زيارته، لكن الفرق أن بوش الابن التقى بالمسؤولين في تلك الفترة، أما دونالد ترامب لم يلتقي في المسؤولين. لماذا تنتقد هذه الزيارة ولم تنتقد تلك الزيارة؟ هذه الزيارة تمت ضمن إطار حالة الاستقطاب القوية القائمة الآن، حالة الصراع بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية، وحالة الصراع الداخلي في العلاقة المحتدمة بين التيارات البريطانية والأمريكية من جهة، وبين التيارات الحاكمة الفعلية المهمة على الساحة وهي التيارات الإيرانية. لذلك حاولت الجماعات الإيرانية إظهار القضية وكان القضية تمس السيادة، رغم أنه العراق بحد ذاته لا يعني أي سيادة. ثم أن الرئيس جورج بوش الابن عندما زار العراق زار الجماعة الذين إدارته وحكومته وهو شخصيا من عينهم في هذه المناصب من خلال حكومة المالكي. لذلك المسألة كانت جدا عادية، رئيس أو مقاول يزور عماله. طيب، هل تعتقد أن العقوبات الأمريكية يعني هل تعتقدون أن العقوبات الأمريكية على إيران حاضرة في هذه المطالبات التي وصلت لحد المطالبة بخروج القوات الأمريكية التي مهدت لشركاء العملية السياسية حكم العراق كما قلتم؟ شخصيا لا أملك المعلومات اللازمة حول هذا الموضوع ولا أستطيع التأكيد، لكن بكل تأكيد إدارة سياسة ترامب حكومة ترامب تختلف بالكامل عن إدارة بوش السابقة أو إدارة أوباما. لذلك فإن القضية الآن قضية إخراج النفوذ الإيراني من العراق وهي مسألة صعبة. أما عندما تقول الحكومة العراقية أو السياسيين العراقيين بأنهم يهدفون إلى إخراج القوات الأمريكية أو تخفيف القبضة الأمريكية، فهذا مجرد خداع ووهم لا علاقة له بأرض الواقع نهائيا. العراق الآن كما هو الخليج كما هو الشرق الأوسط مقاطعة أمريكية، وهذه حقيقة ينبغي أن يعرفوها ويعلموها هم جيدا، لكنها مجرد ابتزاز سياسي ودعاية سياسية حجة ورخيصة لا أساس لها عن أرض الواقع. الكاتب والباحث السياسي داود البصري، كنت معنا من أوسلو عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.